السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جئتكم بموضوع جديد، موضوع جميل جدا، هو كيفية حماية أنفسكم من التجسس ومعرفة من يتجسس عليكم في هاتفكم النقال. هذه الطريقة حصرية وجديدة كليا، كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التي سوف أقوم بها أمامكم لمعرفة هذه الأكواد وطريقة تشغيلها وما هو دورها. أولا نبدأ على بركة الله. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا وتحفيزا لنشر مزيد من الفيديوهات إن شاء الله. وسوف أريكم الطريقة، كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التي سوف أضعها أمامكم. أولا نبدأ على بركة الله، نبدأ أول كود. سوف نقوم بالضغط على هذا الزر الأخضر، أي زر الاتصال، وسوف نقوم مباشرة بإدخال الكود وهو نجمة دياز 21 ثم دياز. عند كتابة هذا الكود نضغط على زر الاتصال هكذا وننتظر قليلا. وكما ترون هنا تنبثق لي نافذة فيها العديد من الكتابة. اولا ترانسفير دابيل سون كونديسيون، اي المكالمات التي في هذا الهاتف لا تحول الى اي مكالمات، لا تحول الى اي هاتف اخر، اي سون كونديسيون، بدون تحويل. كما ترون الفوكس، اي الاوديويات، لا تحول، ولي دوني والفاكس والاس ام اس، ثم سيكرونيزي، اي لي كونت جيميل والباكيت والباد، لا تحول اي شيء من هذه الاشياء الى اي رقم. هذا هو الكود الاول. الكود الثاني يمكننا من معرفة من يتجسس علينا، اي سوف يعطينا الهاتف من خلال كتابة هذا الكود، سيعطينا الهاتف من الشخص الذي يتجسس على هاتفنا. سوف نقوم بإدخاله على بركة الله. الكود هو نجمة دياز 62 دياز، ونضغط على زر الاتصال. ننتظر قليلا. هنا يعطينا رقم، كما ترون فهذا الرقم يتجسس على هاتفي، ومن خلال هذا الرقم يمكنني الاتصال به ومعرفة من هذا الشخص ولماذا يتجسس علي بطريقة فنية، أي لا أقول له هل أنت تتجسس علي أو أي شيء من هذا، فقط أتصل به بشكل عادي وأعرف من هو وأعرف لماذا يتجسس علي من خلال طرق عديدة. والكود الثالث هو الكود المهم في هذا كله. الكود الثالث يمكنك من حماية نفسك من التجسس، والكود هو عبارة عن دياز 002 دياز. هذا هو الكود، ونضغط على زر الاتصال هكذا وننتظر قليلا. وكما ترون ترانسفير دابيل توت افاسمون غوفيزي غيوسي، أي أنه لا يمكن لأي شخص الآن بالتجسس علينا، وهكذا نكون قد حمينا أنفسنا من التجسس. كل ما علينا هو اتباع الخطوات التي وضعتها أمامكم. أتمنى أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم، وأن لا تبخلوا علي بجيم واشتراك في القناة تشجيعا لي وتحفيزا، وأراكم في موضوع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.